نعم أحمد، يعني يتواصل القصف والغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة لليوم 16 بعد 100 في جميع المحافظات. فقد شن الطيران الحرب الإسرائيلي فجر اليوم غارة على إحدى المنازل في منطقة حي الجنينة شرقي محافظة رفح، وما أسفر هذا ما أسفرت هذه الغارة عن تدمير المنزل دون وقوع أي إصابات أو شهداء في تلك الحادثة. وهذا تزامن ذلك مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في جميع أنحاء محافظة رفح. بالانتقال إلى محافظة خان يونس، أيضا شهدت محافظة خان يونس سلسلة من الغارات الإسرائيلية والتي استهدفت عدة مناطق، منها منطقة البطن السمين ومنطقة مخيم خان يونس ومنطقة حي الأمل. في سلسلة من الاستهدافات أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين خلال الساعات الماضية. وأيضا هناك محاصرة لمستشفيي أبو ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي أعلنت بأنها تعاملت مع 3 شهداء وعدد من الإصابات خلال الساعات الماضية، وقامت بدفن جثامين الشهداء داخل ساحة مستشفى حي الأمل في خان يونس. أيضا هناك حصار لمستشفى ناصر الطبي يمنع دخول أو خروج أي إصابة من تلك من المستشفى. أيضا هناك ظروف صحية صعبة داخل مستشفى ناصر نتيجة نفاذ الأدوية والمستهلكات الطبية، نفاذ أيضا المحروقات الخاصة بمولد الكهرباء الخاص بالمستشفى، أيضا نفاذ الطعام. هناك أكثر من 150 من الكوادر الطبية، هناك أكثر من 350 من المرضى داخل المستشفى، هناك مئات الأسر النازحة داخل المستشفى بحاجة إلى مقومات حياة وإلى الماء، كل هذا نفذ من داخل المستشفى. هناك أيضا تضرر لخزانات الوقود والمياه داخل المستشفى كما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية. هناك أيضا نفاذ العديد من مواد المختبرات والتحاليل في كافة مشافي قطاع غزة كما أعلنت الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة. أيضا يسمع في محافظة خان يونس بين الفينة والأخرى دوي اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، والتي بدورها أعلنت عن استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بعدد من القذائف في محافظة خان يونس وخاصة في المخيم. وأيضا يتزامن هذا كله مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في جميع أنحاء محافظات قطاع غزة. أيضا في المحافظة الوسطى كان هناك سلسلة من القصف المدفعي والغارات على عدد من المنازل. أيضا كانت في مدينة غزة وشمالها يسمع دوي انفجارات ناتجة عن القصف المدفعي على مناطق متعددة، لكن حتى الآن لم يتسنى لنا معرفة ما الذي يجري. لكن بالمجمل وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية في جميع محافظات قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 215 شهيدا وإصابة 300 آخرين بجراح مختلفة، ووصلت جميع جثامين الشهداء والجرحى إلى كافة مشافي قطاع غزة، وأدخل العديد منها إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياتهم. نعم، هل ما زالت هناك أعداد تأتي إلى رفح حتى الآن من النازحين؟ نعم أحمد، طالما القصف العنيف مستمر على خان يونس وعلى المحافظة الوسطى، عملية النزوح ودوامة النزوح مستمرة إلى محافظة رفح، والتي يجبر الجيش الإسرائيلي المواطنين بالنزوح إلى المحافظة الوسطى أو إلى محافظة رفح كونها آمنة، والتي وبشهادة الأمم المتحدة لا يوجد أي مكان آمن في جميع محافظات قطاع غزة. حتى في رفح هناك سلسلة من الغارات، هناك قصف، هناك ظروف مأساوية للنازحين، أكثر من 1.5 مليون نازح ونازحة في 60 كيلومتر مربع فقط
في ظروف قاسية، في ظل الأجواء الباردة، في ظل عدم توفر المواد الأساسية أو الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة. هم يخيمون داخل هياكل من البلاستيك، من الأخشاب، من الأقمشة، على الطرقات، على مواقف السيارات، في المدارس، في الأراضي الصحراوية، في الشوارع، داخل المساجد. هذه هي أماكن النزوح، وهي ليست أماكن رسمية إنما هي أماكن عامة تفتقر لأبسط مقومات الحياة. هنا افتقار لكل شيء في هذه المحافظة، هناك شح بالغذاء والمياه النظيفة والأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين، هناك حياة الناس على الطوابير، على المخابز، على الرعاية الصحية، في الشوارع هناك تكدس كبير في محافظة رفح، ما يصل عبر معبر رفح لا يلبي احتياجات الناس، هي في أحسن الأحوال 85 شاحنة، منذ يوم الجمعة لم تصل أي شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم لتنظيم أسر الإسرائيليين المحتجزة في غزة، مظاهرات ويمنعون إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة، ولم تدخل منذ يوم الجمعة حتى اليوم أي شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الذي فتح لإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة. ظروف قاسية وصعبة يعيشها النازحون في ظل أجواء البرد القارص الذي يكون في ساعات المساء، خاصة نحن في أجواء المربعانية والظروف قاسية جدا، في ظل عدم توفر وسائل التدفئة، عدم توفر الكهرباء، عدم توفر أيضا الملابس الشتوية، عدم توفر الأغطية والفراش. هناك الناس ينامون على الرمال، ينامون على البطون، ظروف صعبة جدا في مراكز اللواء. البنى التحتية في محافظة رفح لا تكفي لهذا العدد، مليون وأكثر من مليون وأكثر من نصف مواطن في محافظة رفح، والتي كانت موطن لأكثر من 300,000 مواطن فقط قبل الحرب. هناك أوضاع كارثية صعبة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة.